لطالما اندرجت الجماهير الجزائرية ضمن قائمة أفضل المشجعين في العالم، وقد لا يختلف اثنان على أن الحماس والأجواء التي يصنعها مناصر الفرق الجزائرية تفوق ما يقدمه اللاعبون فوق المستطيل الأخضر. لكن ما فائدة كل هذا وذاك لما يختلط الحابل بالنابل وتتحول الملاعب الجزائرية إلى مسرح للكولسة والتلاعب بنتائج المباريات والتي في طرفة عين تقلب وتخلط كل شيء رأسا على عقب؟ أبهت الظاهرة توسعت وانتشرت بسرعة البرق في الملاعب الجزائرية، وهو ما أخرج الكثير من المدربين والرؤساء عن صمتهم والتحدث عن المسكوت عنه، مثلما صرح به الناطق الرسمي لشبيبة الثورة محمد زرواطي بأن رئيس الفاف كان يسعى وراء تحطيم شبيبة الثورة من خلال حكام المباريات. التحكيم الجزائري أيضا في دائرة الاحتجاجات، أهداف مرفوضة وركلة جزاء غير محتسبة والتحكيم برمته غارق في الأخطأ نظير ما يرتكبه الحكام من هفوات في حق أندية المحترف الأول والثاني وحتى في صنف الشباب. أين تنسج مشاهد والسيناريوهات غريبة في فنون ترتيب المباريات والتلاعب بنتائجها؟ إذن ظاهرة التحكيم، الرشوة وترتيب المباريات أصبحت قضية مكشوفة في الوسط الكروي الجزائري، وهي القضايا التي طال أمدها وتنتظر الحل الجذري والريح من الاتحادية الجزائرية للعبة.